يا كوس على الكورنر لناصر، كل عند الزكريا، زكريا تريب بوينت للكرامه، التعادل 5-5. الناصر لزكريا، زكريا تريب بوينت للكرامه، ماري 5-6. نجمه وهي الفرصه للون زكريا ساكت 3 بوينت، وهذا اللي خام يراهن عليه الكوتش، عليه كوتش وخلى بملعب كنا مش لاعب اسحاق عبيد اللي عند زكريا الحسين بيكا تاكا ولا هنيك هجوم كثير كبير من زكريا عم جوي زلعوم عتري بوينت ايضا ما عم توفى اليوم جوي لكن مجد بعيطه قوي جدا عم يعطي لزكريا زكريا عتري بوينت للكرامه اول فاير زكريا خارق زكريا باس له اسحاق عبيد هي الطابه الدكتور بهي المحاوله بيعمل كمان باس لعند زكريا عتري بوينت زكريا زاك عم يكمل تالقه بكام اليوم عم الدور طابي لعند اسحاق من اسحاق للزاك زكريا عتري بوينت لا 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 ما معلمت يا ابن يا زاك ثلاثيتك السابعة يا زاك له سلامات كمان شفناه تعرض لإصابة المباراة الماضية ضد أهلي حلب زكريا حسيني 3 بوينت عم يقدر يسجل لنادي الكرامة لنادي الجيش الطابع عند زكريا كمان بياخذ شوط على 3 بوينتس شو هالزاك هذا اليوم لعيب معلم زكريا ب 3 بوينتس عم يقدر ياخذ هجمتهم راح اشوف الطابع عند نازو زكريا الحسيني بياخذ شوطا على الارك 3 بوينتس لعيب حريف بتخوف اليوم بتخوف يا زكريا تنوع اللعيبه 10 بوينت حكى عبد الله زكريا ما عم يغير شيء من الكوارتر الاول والثاني عم يضيف 3 بوينتس اسحاق بتدوير الباس باسنج جيم لنادي الكرامه 3 بوينتس زكريا زاك ولا رغم هيك عم يقدر يسجل هي الثلاثيه علي حيدر في بنتريشن في محاولة في قديش اوت في زكريا في 3 بوينتس من زكريا زاك عم بلش كمان نقاط على المستوى الشخصي زكريا الفريق الكرامي زكريا هالمره مع 3 بوينت زكريا ناجحه برافو برافو زكريا كنت عم بحكي عنه في خطه مرسومه لهالثواني زكريا من بعيد و 3 بوينت لزكريا ثلاثية الحسم من الزاك قبل تنزل أندريكي تحت الباسكت تروح للزاك زكريا 3 بوينت ثلاثية للزاك مسافة ريكي ما عم ياخذ الشوطة هات يا مجد بتروح للزاك الزاك 3 بوينت بينجو ثلاثية للزاك مجد بيلعب كرة لديش اوت لبرا لزكريا 3 بوينت زكريا ناصر عمر الشيخ عليه عمر لزكريا زكريا 3 بوينت زكريا اون فاير بهاي اللعبة زكريا الحسين 3 بوينت لزكريا روعة الزاك نواير 22-7 زكريا حيحاول يرد الزاك ثلاثيته الثاني على التوالي ايضا اون فاير عبيد توصل لعند زكريا زكريا 3 بوينت لزكريا عم ينجح عند جورج زكريا زكريا 3 بتتسجل مع زكريا زكريا الزاك بشكل كامل من بعيد عم بينجح زكريا الحسين اول ثلاثيه زكريا حسين باللقاء اخذت يون كان مؤثر جدا زكريا 3 بوينت ثلاثيه كرماويه بدايه الجيم تربح حمص لحد الان مولع الزاك 3 بوينت هذا الكرامه تروي بيسجل الزاك عم يرد جديد اسحاق عبيد التمريرة لزكريا زكريا عتري بوينت زكريا الحسين ثلاثية لزكريا الحسين اول هالربع زكريا عتري بوينت ولا اروع ولا احلى ولا اجمل من جوزيف لزكريا الزاك عن بعيد الزكريا من الكورنر عم تفتح مع زكريا 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 عتري يا زكريا زكريا الزاك فرجي مع تبقى 6 ثواني من الهجمه زكريا وتري الزاك شو هذا يا زكريا عمر لعند زكريا زكريا عتري يا زكريا زكريا بدد نازو لعمر عمر ما عم ياخذ الشوطه زكريا عتري بوينت زكريا عم تفتح معه اخيرا السادس سب جويز العوم لزكريا زكريا تري بس راسيته الثانية لزكريا التوالي هنا التمريرة للزاك زكريا تري بس راسيته الثالث بالجيم ثلاث ثلاثيات لزكريا الحسين
عم تروح لزكريا الحسين. الزاك على 3 بوينت عم ينجح زكريا الحسين. ثلاثيه قرماويه عم تعلي الفوز لزكريا تحت الباسكت. ما معقوله ابدا. باسكت روعه لزكريا الحسين على الباسكت. نادي الوحده بيستحوذوا على طبطه الكرامي بهي الهجمه وهي الفرصه من جديد لعند زكريا. حول على الباسكت والاحلى من هيك شو الاختراع اكيد كثير مهم منه زكريا. ترجع على الكره لنادي الكرامي باختراق الباسكت بيدو لبيب زكريا الحسين عم بلش المباراه ب 2-0 توفى فيها هي الهجمه. متعودين على هي الشوطات من طارق الجابي بيتعامل تحت الباسكت عم يكون زكريا الحسين كمان ب 2 بوينتس عم يقدر يرد على طارق الجابي. الاجنبي تبعهم تعب تمام. شوف نقطتين هذا لا هاي المشكله البنتريشن على شوف البنتريشن منه على السله بينجح بين 2 بوينتس. برافو زكريا نقطتين عم يقدر يسجلهم. اسحق يعطي الدش اوت لعند الزاك. الزاك بيخترق الروعه. الزاك فلوتر يا زاك. برافو يا زاك بالليار. 20 عمر الشيخ علي عم توصل لعند زكريا الحسين بيخترق بسجل نقطتين سهلين على البيس لاين ما كان في ديفنس. زكريا الحسين زكريا بيخترق. زكريا تم يا راي على مجد. مجد بيعمل الفيك روعه 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 روعه. 12 ثانيه على نهايه الربع الثاني. زكريا بيخترق روعه. الزاك بالوقت اللازم. زكريا زكريا بيخترق. زكريا شكل راه يا زكريا ما هو المحلاك يا زكريا بيخترق بيسجل بالدور. بدها توصل لعند زكريا الحسين بيعمل فيك حلوه كثير تمريره لعند جوي. جوي على 3 بوينت راسيه كرماويه. 3 بوينت لجوي زلعوم. تدوير كره رائع لاسد من زكريا الحسين لجوي زلعوم. احلى مهند مهند لعند زكريا. زكريا بيخترق ثنائيه لزكريا 50 51. بارد المباراه بنحاول نسرع شوي. زكريا الحسين عم يطلع الباسكت نقطتين حلوين لزكريا. وين مجد اوايطه بالهاند اوف عند زكريا. زكريا بيخترق. زكريا حلو كثير باسكت إلنا زكريا الحسين. حراره لهالجيم البارده جدا. زكريا عم يطلع الباسكت حلو. زكريا نقطتين حلوين لزكريا 14-9. نازو على الكورنر اوبن شوت يا نازو ما عم يتوفى. زكريا بياخذ ريباوند هجومي بيسجل نقطتين. كولسو معقول يعمل يطلع تايم اوت. بيتر لكن جود ديفنس من مهند حتويك. مهند عم يعطي زكريا الحسين لعب لزكريا عم يسجل. زاك نقطتين الكريدت كله روح لعند الزاك. الزاك بيخترق حلو كثير لزكريا رائع يا زكريا عمل ستيب ممتاز يا زكريا.